استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة.